مبنى البلدية هو بيت لكل مواطن في السخنين بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو العائلي. فأهلا وسهلا فيكم. المضبوط قبل ما نقيم الذكرى 36 ليوم الأرض، كلياتنا طبيعي نعرف أهمية هذا اليوم، أنه هذا اليوم كان مهم في حياة الأقلية العربية الفلسطينية في هاي البلاد. في هذا اليوم عمليا عزز وجودنا على أرضنا وعزز من كرامتنا ومن ثباتنا. ولكن في البداية دعينا اللجنة الشعبية مع أهلنا وإخوتنا ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية عشان نكرم ناس معطائين، ناس اللي اعطوا لهاي البلد. ودينيا معنا شيخنا وحبيب الآية الشيخ علي، يعني من اللي بقدرش يشكر الناس المعطائين صعب جدا يشكر الخالق عز وجل. احنا ناس مؤمنين، اللي بالأول الشكر للخالق عز وجل والشكر للناس المعطائين. في معانا المربي أستاذنا عمنا العم أبو وائل الدكتور، اللي ألف كتاب اللي وصل لزعماء، لكل زعماء دول العالم، اللي بيحكي عن التسامح، بيحكي عن المحبة، بيحكي عن التآخي، عن الخير. فإنسان معطاء زي عمي أبو وائل اللي كتابه وصل لكل دول العالم، هأقل ما يمكن أنه يكرم من أبناء بلده. فيمكن بطلع عن كل وجوه الموجودة للعم أبو وائل، في له فضل كبير علينا كلياتنا كمربي، فضل كبير علينا كوالد، لأنه الحمد لله عنده شباب صالحين اللي اعطوا لهي البلد، وأجب الآخر في هذا الجيل اعطى ألف هذا الكتاب اللي بيحكي عن المحبة والتآخي والتسامح. فعمي أبو وائل الله يعطيك الصحة، يسلم، وإحنا بنظل مديونين لإلك ما حيينا. يسلم. معنا شيخنا الشيخ علي. الشيخ علي أشهر من أن يعرف، عدا عن أنه شيخ دين اللي بيصلح ذات البين. هذا الإنسان برضو مربي اللي خرج مئات بل أكثر من شبابنا، من بناتنا، خريطة فلسطين اللي كلنا يمكن أو القسم الأكبر مننا نسيها. لو اليوم تحط خريطة فلسطين وتقول لي هاي خريطة فلسطين، كثير ممكن من شبابنا ومن بناتنا اللي بيعرفوا هاي الخريطة بيعرفوا أهمية هاي الخريطة. على القليل إذا في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى أعاد إخوتنا اللاجئين لديارنا، هل ما يمكن نقول إنه هاي أرض عربية، أرض فلسطينية؟ فالشيخ علي يعطيك العافية، الله يمد في عمرك، وإن شاء الله بتظل علم لإلنا كلياتنا، مش بس بتظل رجل دين ومصلح اجتماعي وبتدلنا على الطريق الصحيح، بتظل أنت الإنسان المعطاء اللي بيعطي لأبناء شعبه. معنا أنا بسميه الموهبة براء غنامي. أنت حبيبي صغير في الجيل بس كبير والحمد لله في قيمتك. وفي هاي المناسبة بدي أشكر أهله وقرايبه. إحنا كلنا أهلك وكلنا قرايبك، كلياتنا غنامي إسا كلياتنا معاهنا كلياتنا، كل سخنين حبيبي وكل أبونا لهون، كل عربي وكل فلسطيني وكل إنسان وطني، أهلين أبونا تفضل. وكل إنسان وطني هو أرادتك. فإحنا بدنا نتمنى لك إنه الله يوفقك حبيبي وتظل تمثلنا بالشكل المشرف، ويظل يعني لمن شعرنا الطريق لنتمسك بترابي وثوابت هذا الوطن، وليكون لنا حس وطني صادق في الانتماء إلى هذا الشعب الفلسطيني الجبار والمكافح. أما بخصوص التكريم فلا بد إلا وأن أتقدم باسمي وباسم المكرمين، إذا سمحتوا باسم المكرمين، إلى القائمين على هذا التكريم بالشكر الجزيل والتقدير والعرفان. في نفس الوقت يجب الإشارة إلى أن التكريم يحتاج إلى الطلائعية والمبادرة في مجال ما، أكان في العلوم أو الآداب، شعراً أو نثراً وتاريخاً أو رواية أو في أي فن آخر. كذلك فالتكريم يحتاج إلى طلائعية في العمل والمصلحة العامة، ويحتاج إلى العطاء المتميز، إلى الجد والمثابرة. لذا فكلني أمل أن يرقى الإنسان على تحصيله العلمي والأدبي والفني.
لأن العلم هو وشاح يكسو رائده أجمل حلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. نشكر إخواني الكرام جميع الذين كرموا المكرمين، رئيس البلدية، إدارة البلدية، أعضاء البلدية، أستاذ غزال أبو ريا، واللجنة الشعبية، وكل إنسان ساعد في هذا التكريم وبادر إلى هذا التكريم، بارك الله فيكم. الله تعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فها نحن نرى المؤمنين قد رأوا عملنا، وسوف يراه الرسول والرسل كذلك يوم القيامة بإذن الله تعالى، والله تعالى طبعا يراه سابقا ولاحقا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا عاملين لوطننا وشعبنا وأبناء شعبنا وقضيتنا. إخواني الكرام، الخريطة تقريبا جهد حوالي 5-6 سنوات سهر متواصل وجهد دؤوب، يعني أستطيع أن أقول من الصفر، يعني لا أعرف في التاريخ ولا في الجغرافيا غير المعلومات الأساسية تعلمناها بالثانوية ولا رسم خرائط، إنما كان هنالك 3 أمور أدت إلى النجاح بإذن الله تعالى. الأمر الأول هو الإرادة، كان عندي إرادة كبيرة وإرادة يعني لا تتزحزح أنني سأعمل هذه الخريطة، وكذلك كان هنالك جهد متواصل كما قلت. والأمر الثالث والأهم، وبدونه لا يكون أي عمل وأي نجاح والشعارات، إنما الله تبارك وتعالى يريدنا للعمل والإنتاج وفي هذه الدنيا الكد والسعي. الله تبارك حتى يقول حتى بعد صلاة الجمعة قال: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بارك الله فيكم جميعا. الكريمة، إدارة بلدية سخنين، اللجنة الشعبية، طبعا الشكر لكم على هاي اللفتة. التطوع إخوان هو إشي أساسي طبعا، معروف إنه الإنسان ما بأخذ لإله أي مقابل. طبعا بيعمل الإنسان في محض إرادته من غير مقابل مادي أو معنوي، وفعل الخير بلا مقابل هو الخير نفسه. وقال تعالى في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. من يفعل الخير لوجه الله تعالى يحصل على أمرين: أولهما الأجر من الله، وثانيهما سيرد له صنيعه بالدنيا. وعلى الصعيد الاجتماعي والنفسي، لا يا عود، أنا أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس بلدية سخنين مازن غنيم أبو محمد، ولنوابه الأفاضل، ولأعضاء بلدية سخنين، ولأعضاء اللجنة الشعبية، ولأهالي بلدتنا الكرام جميعاً الذين غمروني بمحبتهم وتشجيعهم لي. أتقدم لكم بوافر الامتنان والشكر ولكل كلمة طيبة قيلت بحقي، ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومؤتلفا بالعجز عن وجه الشكر. دعوني أشكر من وقف إلى جانبي في البداية: بلدية سخنين وجمعية أصغار عليا والشاعر سميه القاسم، حيث أوصى رابطة الشعراء والكتاب والأدباء بي. وأشكر رئيس مجلس كفر قرع نزيه مصاوي ومدير القسم التربي والثقافي مهاز حالقة مصالحة لاستضافتي في أكثر من مناسبة وطنية. اللهم اجعلنا من الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا متأسف إلى الله، أرفع عيني، أرفع قلبي وكفي، يا رب
حزنا حزنت يا رب حزنا حزنت وارهق اليتم واهلكت النار زري وضري بكاء بكيت ويممت وجهي الى نور عرشك يا رب جارت علي الشعوب وسدت امامي الدروب تضرعت صليت بح دعائي وشحت يدي بمائي فنادى ندائي اضاءت شموي فسامح بكائي وكفكف دموي ظلامي شديد وليلي ثقيل طويل فانعم علي بنور السماء وجدد ضيائي وسدد خطاي سدد خطاي لاعبر منفاي يا رب واغفر اغفر خطاياي واقبل رجائي شقاء شقيط وثوبي تهرى برد الكآبة قاسٍ وحرج التخلي شديد مقيت شقاء شقاء شقيط ويطردني الجند ويطردني الجند عن باب بيتي وأرجو حياتي بموتي وناري تشب بزيتي وصمتي يزلزل صمتي ويهدم السمت ولم يبقى سمت سواه ولم يبقى صوت سواه فيا رب بارك براكين روحي وأسعف جروحي ومجد بوقتك ما ظل من بعد الوقت إلهي إلهي وما من إله سواك مراعي ضاقت يعش بالسموم اللئيمة ماتت خرافي على ساعدي وبئري أهال علي الصخور وليتينة أتلفوها وزيتونة جرفوها. أنا بقولكم بصراحة أنا لما بوقف كل يوم الصبح على الشارع وبقطع الأولاد بكفي أي واحد بفوت على هالبلد بشوف أي إنسان طبعا مش كل واحد بفوت على البلد وبيعرف إنه هذا جمال بقول والله هاي البلد فيها خير فيها ناس خيرين اللي بحب يشتغل بكفي أنا بالنسبة إلي أنا بتمنى لكل واحد منكم إنه يجرب بتمناها من قلبي لكل واحد منكم إنه يجرب يتطوع ويعطي من وقته أنا بقولكم مش لأنه في عندي وقت زيادة يعني وهيك بس عندي وقت فراغ يعني بروح أوقف على الشارع لا برضو وقتي إلي وقتي مهم وقت كل إنسان هو مهم أنا بتمنى أخرى مرة لكل واحد منكم إنه يجرب التطوع حياة التطوع هي حياة ثانية لما أنت بتبدأ خصوصا الصبح لما أنت بتتطوع وبتخدم وبتظلك طالع على عملك بعدين على عملك هذا شيء مهم جدا وشعورك هو شعور يختلف يا إخوان هو شعور يختلف وأنا بقولكم صراحة لم في الآونة الأخيرة إحنا بنعرف المتطوعين بعض المتطوعين للأسف مش عم بيكثروا للأسف عم بيقلوا عم ما يقلوا إحنا لازم نحث أولادنا في المدارس في أي محل وفي أي مؤسسة إنه إحنا لازم إحنا كل واحد مننا يعطي وقت لبلده لمدرسته لأهله لحارته للروضة اللي هي اللي بحارته عم تسجل أعطاء بشكل قوي جدا وأنا بشكر جدا إليه فبارك الله فيكم الرئيس والأعضاء والرياض والجميع الشغل الثاني لأخوي الصغير براء إنسان موهوب إحنا ما بنقدر نأخذه كقدوة لأنه الناس الموهوبين فيهم صفة خاصة ما فينا إحنا روح أوعى من روح الناس العاديين فبراء روحك أوعى من روح الناس العاديين فأنا الأمام وأنا بدعوك تكون أحد زملائي في الكونغ فو حتى نعمل مع بعض راح نكون مساعدة جدا على الكونغ فو النقطة الثالثة إخواني أنا رفضت أن أتكرم لأنه بعدني صغير بالعطاء أنا بعد حالي صغير جدا ولكن أنا بشوف أن ربنا سبحانه وتعالى في الديانات وفي الفلسفات أمر في العمل الصالح والعمل الحسن فأنا بأخذها كعبادي فواجب أولاً إنساني ثم اجتماعي ثم شرعي ثم ديني ثم فلسفي لأن أنا في فلسفة الكونغ فو في الفلسفة البوذية تعلمت أنه واجب على كل إنسان أنه يعطي فالإنسان الواجب يعطي ما بطلب أنه يتكرم ومع كل هذا بعد ما أبو إياد شدد لازم أكون أنا جاي بس أنا بقول لكم شكرا لكم أنا صغير بالنسبة للعطاء.